أب نارين بيوتي يكشف علاقة نارين بيوتي وغيث مروان السابقة ببث مباشر. نعم مثل ما سمعتوا، فلطالما انتشرت إشاعات عن وجود علاقة بين غيث مروان ونارين بيوتي سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل زواج غيث من سارة الورع، وما زالت هالإشاعات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وعم يتداولها البعض وبكثرة، خاصة من بعد عدم ظهور عائلة البيوتي بحفل زواج غيث وسارة، حيث بنظرهم هذا يؤكد العلاقة السابقة لغيث ونارين. وهالمرة أثار أب نارين بيوتي الجدل يلي عم يتواجد حاليا بالسويد على مواقع التواصل الاجتماعي ببث مباشر بمجموعة من التصريحات الخطيرة، مجيبا على أسئلة الجمهور بكل شفافية. ومن بين هالأسئلة اللي أجاب عنها أب نارين بيوتي كانت صحة العلاقة السابقة بين غيث مروان ونارين بيوتي، وأجاب بغضب ونفى هالإشاعة وصرح أنه ما كان في علاقة بينهم أبدا. لا غيث ما كان صاحب نارين، احترم كلامك، زين كلامك لو سمحت وزنه. ومن بعد ما انتشرت إشاعات كثيرة على أنه حبيب نارين بيوتي السري غير مسلم، سأل أحد المتابعين أب نارين إذا بيقبل زواج بنت مسلمة بشاب غير مسلم، وكان جوابه أكيد لا، فزواج المسلمة بغير المسلم زواج باطل. ما بقبل، ما في شك، أكيد أكيد زواج المسلم بغير مسلم باطل. وأيضا صرح على أنه في أغنية جديدة لنارين بيوتي حتصدر قريبا جدا، وحيظهر فيها هو بالفيديو كليب اللي رح يصور قريبا بدبي. حتنزل غنية معي أنا اسمها Always on my mind، هنعملها بدبي. فشو رأيكم بكل تصريحات أب نارين بيوتي بهذا البث المباشر؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد من عالم اليوتيوب. مع جوك تي في كن دائما الأقرب.